اخبار اليوم. هنعمل ايه الطلاب ازاي اللي هتخضع الى الدراسات المتخصصه جدا، واحنا عارفين ان ايضا كان في محطات او مشاركه مع الاتحاد الاوروبي في المنحه بتقطع، وكان هي عباره عن النظر في منظومه الطاقه الصناعيه جنب الطاقه، مش في الكهرباء بس وانما الطاقه بصفه عامه داخله فيها حتى الطاقه الوقود والطاقه اللي بتكون مستخدم في محطاتنا وبتكون مستخدم في المصانع وبتكون مستخدم حتى في الترانسبورتيشن اللي هو في عربيات، وكانت بتبص الامر بمنظور متكامل. الميزه برضه المهمه قوي ان احنا ما احناش متلقين ريزلتس او متلقين نتائج، احنا فندم شاركنا مشاركه هائله في توجيه سير هذه النتائج، وكنا دايما عندنا مجموعه من الزملاء حصلوا على تدريب طيب جدا في تشغيل البرامج المتخصصه اللي بتعمل هذا الامر، وكنا دائما ابدا بنشتغلنا المعلومه وانا بشتغلها، ده احنا بنبوظها او بنشتغل عليها ونشيك عليها ونقول مش مظبوط وصلح كذا وغير كذا، وحضرتك تشوف الكلام ده دي اول مره كانت بتتم دائما فعلا احنا الشباب المصري، وعلى فكره برضه يعني ساعدنا قبل هذا الكلام، يعني انا شفت مجموعه من الشباب المتميز الى درجه فائقه في استخدام برامج، يعني انا بقيت وانا بتفرج عليهم موضوع هذا كلام عرض من غير وقت علمي اصلا استاذ في الجامعه كذا، لكن يعني حقيقه عمل شغل على ارض وعندنا تيم دلوقتي يستطيع مش ينتظر الخبره بتاعت المكان، يستطيع ان هو يعمل ابديت، لان على فكره الاستراتيجيات دي احنا الدنيا بتتغير بسرعه جدا، واحنا عندنا يعني تقريبا حوالي 7% في المعدلات الزياده الاستغلال في الطاقه الكهربائيه السنويا، طبعا الكلام ده كله مرتبط ايضا بالاستثمار، فاحنا محتاجين دايما ننظر الى الاستراتيجيه ديت، انا بقول حضرتك كل 3 سنين مره مش كل 10 سنين ولا حاجه، ليه؟ اتس دايناميك، هي حاجه ديناميكيه وبيحصل كل ما بنظبط كل ما بنشوف الاستثمار زاد في حته معينه محتاج مش عارف ايه حصل تكنولوجيا كذا، فنستطيع ان احنا نغير من نفسنا من الاخر، عشان تغير لازم تكون فعلا بتعمل ايه، عشان تكون فعلا بتعمل ايه؟ تكون معاك التولز الوسائل والادوات اللي تقدر تشتغل بيها تطلع بيها نتائج معينه. اللي احنا اقول لحضرتك بامانه مطلقه احنا عندنا مجموعه من الشباب ربنا يبارك فيهم يستطيعوا ان يعملوا الدراسات دلوقتي ولا نحتاج الى ناس مرتاحه. دي ميزه ايضا الاتفاق يعني التعامل مع الخبرات الاجنبيه بيبقى فيه تكنولوجيا ترانسفير. قطاع الكهرباء انا هقول لحضرتك بصفه عامه ده برضه هتاخد الكلام ده مكتوب بالكامل يعني ده يهمني قوي ان حضرتك تاخد هذا الامر ان احنا بنعتمد في على مجموعه من المحاور من واحد تامين مشاركه تحت الكهرباء ويجي من بعد كده الخطه العمليه اللي عملناها الاستدامه في السستينابيلتي بتاع القطاع. التطوير المؤسسي والترجمه لشركات الكهرباء احنا عايزين نحسن ان بعض الشركات بتعاني من خلل مالي موجود، فاحنا بنشوف ازاي نتغلب على هذا الامر. خط سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المرتبطه دي برضه استراتيجيه العام بتاعنا، احد من الانبعاثات ومرات التغيرات المناخيه. يعني على فكره انا برضه لجوء ان المحطات النوويه دي احد حاجات حركه مش عارفين المحطات النوويه مفيش سيل انفورميشن خالص مفيش اي نوع من انبعاثات من ثاني اكسيد الكربون على الارض. طبعا بالنهايه محطات صحيح كده، لكن كل حاجه بحساب وبمقياس منع التعدد. هتقولي طب بتدخل الحق ليه؟ طبعا احنا تنوع مصادر الطاقه الاوليه مهم جدا، لان اعتمادنا على مصدر واحد امر غير مطلوب وبنعاني منه واحنا علينا منه الفتره الماضيه. لكن لما نيجي نتكلم على برضه في استخدام الفحص في هذا الامر، اقول لحضرتك احنا اتحطت القواعد البيئيه الصارمه الملزمه، يعني مش طبقا للبنك الدولي، لانه على فكره دي مهمه جدا. مفيش حد هيقدر يكتب خط وهياخد تمويل المال الا اذا كان خاضع لدراسات بيئيه قاسيه جدا والبنوك ما بتخاطرش. واحنا عشان كده وزاره البيئه قامت بوضع الاسس للمعايير والمعايير البيئيه لحد استخدام الفحم ايضا في مجال انتاج الطاقه الكهربائيه. برضه في المحاور الاولى تامين مصادر التاثير من ضمنها ان احنا بنعمل على رفع كفاءه المحطات الحاليه، واحنا فعلا عندنا محطات دلوقتي يمكن نعمل فيها ريبيتيشن بنجوز فيها، في محطات هنبقى نعمل لها خلاص تخرج اوت اوف سيرفيس، وفي محطات بنبقى في منها شيء يبقى في برنامج رايح نرفع الكفاءه بتاعتها. ايضا احنا بنحاول المحطات تشتغل بالدوره البسيطه اللي الدوره المركبه، ان احنا بنحاول نخفض الفقر في شبكات النقل الكهربائيه.
المهم قوي دي اللي احنا اشتغلنا فيها الايام دي سنه 2015 اللي هو بيسموه التوليد المتنافي بيسموه بالانجليزي ديستريبيوتد جنريشن. اللي بدل ما سيادتك تيجي تولد في منطقه مركزيه قوي وتنقل على خطوط نقل عاليه وتوصل لحته بعيده تستطيع انك تحط وحدات صغيره عند مراكز الاحمال فيصبح مقدار الفقر قليل لان البيضات بتخرج من التوليد الى الحمل مباشره. ودي اللي احنا عملناها لما جبنا وحدات فيها 25 ميجا وزعناها احنا جبنا في الخطه العاجله 20 وحده كل واحده 25 ميجا يعني 500 ميجا بالشكل ده وزعناهم على بعض الاماكن لان في بعض الاماكن خاصه في الصعيد عندها مشكله برضه في شبكه النقل ده يبقى رغم ان عندك قدرات الكهرباء كبيره في البلدان لكن مش قادر حضرتك توصل لهم الحكايه دي. فاحنا بنهتم ايضا ان نحط اللي هو التوليد المتنافس حطيناه في مجموعه من المحطات المحولات في الصعيد عند مراكز الاحمال المباشره. ايضا ان احنا تحسين كمطار متوسط في صرف هذه كفاءه الطاقه. استهلاك بقى العمالات الكهربائيه اعاده هيكله اسعار الكهرباء ده مهم. استخدام العربيات الذكيه، العربيات الذكيه حتى تظبط لنا تماما وتظبط حركه الشخص اللي موجود استخدامات العربيات البري باي لان ما كان حضرتك بتشتغل بالبري باي بتقدر تتحكم فيما تستهلكه على حسب الكل بتفهم الروس انت عارف بالظبط دفعت قد ايه ميزانيتك قد ايه وهتحط في الاطار ده بتوصف استخدام اللمبات الليد تحديد اللمبات اللي هي اقل دفاع في الشوارع الى لمبات اعلى في الكفاءه.